رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. اسمع، عمرك فكرتي تكتبين رواية ولا قصة؟ لا تبين أقول الصدق، يعني في عمر طبعا مراهقة يمكن أكثر شيء كنت أحب أكتب الخواطر وايد، وعندي ترى على فكرة يعني فاشتهم للحين. تعرفين المذكرات اللي قبل تكتبين فيها وتخلين أحد يكتب لك؟ أنا عندي واحدة ما فيها أحد كاتب، أنا بروحي كاتبة فيها خواطر. حلو، لازم أقرأها عليهم. لازم نشوف هذه الأسرار. أنا بالنسبة لي أسماء وايد لي ساعات كذي قصص في بالي ودي أكتبها، لكن يمكن طريقة الكتابة يبي لها حد محترف. صح، لأن كتابة الروايات تعتمد على سرد طويل لمجريات قصة طويلة قد تحتوي على شخصيات حقيقية ممكن خيالية وأحداث مرتبة بسياق معين على شكل تسلسل في أحداث الحياة، لكن القصة تكون يعني فيها سرد وايد كبير، عكس ممكن قصص أو روايات ثانية. يمكن من كتاب لكتاب ومن مؤلف لمؤلف راح نحس فرق كبير في مجريات القصة أو الرواية اللي نقرأها. راح نتعرف على أسس كتابة الروايات مع الكاتبة الشابة حصة العبد الرازق. حياك الله معنا في شاي الضحى، منورتنا حبيبتي. تسلمي، يعطيك ألف عافية. وهذا موضوع من البداية قاعدين نسولف عنه أنا وفاطمة، أنه فعلا يعني مرات تحسين عندك ميول، والميول هذه تحددينها يمكن في عمر شوية يكون كبير، يعني مو بعمر الطفولة ولا المراهقة. فالكتابة عندك متى بدأت أستاذة حصة؟ متى حسيت أنك أنت عندك هالهوس هذا أو الشغف أنك تكتبين؟ اي هو بالبدايه يعني كنت اول شيء اي كاتب هو يكون قارئ. نعم. هذا شيء اساسي يعني، فبديت اقرا بالجامعه يعني او قبل الجامعه فتره الملل هذه اللي عقب الثانويه. اي اكتشفت ان انا احب اقرا فاستفدت من هالمده. يعني كنت تروحين المكتبات وتنتقين بعض الكتب مثلا تحسين تميلين لها اكثر؟ معارض كتاب، مكتبات، وايد انشديت يعني حق هالموضوع. فمع القراءة المستمرة يصير الواحد يحس إنه هو يبي يكتب يعني. فبدأت بالمقالات يعني كونها إنه أسهل، وعندنا جريدة آفاق في الجامعة كانت يعني تسمح حق الطلبة يعني، وكانوا يشجعونا دائما. كان في صفحة أو صفحتين كل طلبة الجامعة بكل تخصص كل واحد يكتب المقال اللي هو يبيها يعني، وكانت بشكل أسبوعي، فكان شيء وايد سهل يعني علينا. فهني بديت بالمقالات يعني أول شيء. نعم، حلو إن الواحد فعلا يتدرج ويتعلم يعني من الصفر، علشان لما ينطلق ينطلق صح. وانت انطلقتي من خلال إصدارين، تكلمينا عن أول إصدار وشنو قصته؟ أول إصدار بعد ما كتبت المقالات وقريت بشكل كافي حسيت إن أنا خلاص أقدر أكتب الحين، خذيت أكثر من دورة من دورات الكتابة. بالدورة يعني كان في شرح حق الأنواع، الرواية الاجتماعية فيها أنواع، الرواية الخيال في أنواع، الرعب في أنواع، فكانت معلومات حلوة ما كنت أعرفها يعني. فشفت أنه أنا أميل حق الجانب الاجتماعي كون أنه هو سهل، ويعني أخذ الأحداث من اللي تصير لي أنا أو تصير حق أحد أو لما أحد يسولف، يعني ما تكون صعبة وايد بالكتابة، والأفكار وايد سهلة يعني. فكتبت حدث ولم يحدث اللي هو أول إصدار، وخذيتي عليها جائزة. أي وزارة الشباب. أي وزارة الشباب مشكورة يعني كرمونا. تفاجأت صراحة ما كنت متوقعة يعني اتصال منهم إن في تكريم. نعم. وكيلة الوزارة الشيخ زين الصباح كرمتنا، فكان وايد حلو يعني استانست إن من أول إصدار يعني تكريم من الوزارة. نعم. إحنا قاعدين نشوف هذا أول إصدار طبعاً. إيه. أول إصدار ليش حدث ولم يحدث. طيب شنو كان الموضوع اللي استفزك وحبيت انك تكتبين عنه في هذه الروايه؟ كانت تتكلم عن شنو؟ طبعا احنا يعني هي مو موجوده عندنا حاليا عشان نعرف بالضبط التفاصيل، لكن ودي اعرف منك التفاصيل، منو اثر فيك وش اللي كانت مجريات هذه الروايه؟ هي من اسمها حدث ولم يحدث، ان كانوا لما يشوفونها بالمعرض يقولوا لي شلون يعني؟ يعني هو الحين شيء صار ولا ما صار؟ فهي تعتمد على فكره التاريخ البديل، نوع من أنواع الخيال العلمي. عرفت بالدورة أن الخيال 22 نوع. نعم. فواحد منهم كان التاريخ البديل، نفترض حدث معين بحياة الشخص أنه ما صار أو صار حدث ثاني بداله، يعني مثلا لو أنا مو متخصصة علم نفس شلون كان ممكن
يعني تكون حياتك. حياتي نعم. إيه؟ فبنفس الطريقة الرواية يعني تمشي بالقصة عادي، إن بداية القصة كان في رحلة سفر وتمشي القصة عادي خلاص للنهاية، يوصل القارئ لنص الكتاب نفترض أن الشخص هذا ما سافر. نعم. فتنقلب حياته 180 درجة وتصير موضع، فمن هنية الاسم حدث ولم يحدث يعني. فعلشان كذي دائما الواحد يكون حريص وايد على اختياراته في الحياة، لأن أي اختيار راح نحط إيدنا عليه ممكن يغير من مجريات أكيد. حياتنا. دراستك لعلم النفس في جامعة الكويت إيش كثر أثرت عليك ككاتبة؟ علم النفس أثر فيني وايد لدرجة أن الإصدار الثاني كان عن حالة نفسية، كان يعني كيس استادي بعلم النفس. ما بأحرق الحالة بالرواية، بس هي يعني حالة كاملة بالرواية، لدرجة أني كنت أحضر كلاسات ماجستير، كنت أستفسر من دكاترة، أبي أخذ الحالة هذه بتفاصيلها علشان أوصلها حق كل الأعمار، ما يعني أخليها بس حق اللي متخصص بعلم النفس أو يحب الجانب الأدبي. عادي يعني أنا رواياتي من عمر 12-13 سنة لأكبر عمر، عادي الكل يقراها يعني. نعم. فحاول كثير ما أقدر أوصل المعلومة بشكل بسيط، ومعلومات علمية يعني، فحاولت أن أنا أحط الحالة النفسية بما أنها منتشرة وايد بشكل بسيط ويعني سهل على الكل انه يفهمه ويعرف شلون يتعامل معاه ويحل الموضوع يعني. نعم، دائما يعني بعد اول اصدار يصير الاصدار الثاني فيه مسؤوليه كبيره، خصوصا اذا الاصدار الاول لقى نجاح. ومثل ما حصلت طبعا نجاح. ومن وزاره الشباب كان لك تكريم ايضا. فالاصدار الثاني ما واجهتي شويه خوف ان انا والله لازم ادقق في بعض الامور؟ في ناس تتردد وايد يعني في الاصدار، فمن اللي الهمك وشلون قدرتي توصين حق هذا الإصدار وتقدرين تكتبينه وأيضا يكون بأريحية؟ هو النجاح الإصدار الأول يعطي خوف، بنفس الوقت يعطي دافع يعني، خصوصا لما يكون في قراء يتواصلون على طول أنها شنو عندك السنة الجاية، شنو عندك، ترى وايد هم يشجعوني يعني. ساعات أنه نفس ما قلتي أكون متخوفة، ها لا بنطر شوية بكتب يعني، أبي أخذ وقتي، بس كثر ما هم يعني يسألوني وإنها إيش صار ما صار. لا. فقاعد أحاول، عشان كذي خذيت اللي هم كلاسات الماجستير، معني أنا بكالوريوس كنت، بس كنت أحضر معاهم أبي، لأن كانوا بيأخذون الحالات بتخصص أكثر يعني. لا. شنو الحالة؟ أنا صار عندي فضول وايد. هي حالة يعني مو مشكلة أقول لك إياها، هي الحالة تصير حق الشخص لما يصير موقف فوق استيعابه. نعم. يعني موقف فقد، موقف أي موقف، إنه صدمة تصير، صدمة أي إنه هو مو مستوعب. فوايد ناس يمرون فيها ما يدرون إن هذه حالة نفسية. طبعا الحالة النفسية غير عن الاضطراب أو المرض النفسي، الحالة النفسية يعني حالة يدش فيها الإنسان وخلاص يتعامل مع أعراضها ويطلع منها، غير عن الاضطرابات والأمراض النفسية. فهذا اللي كنت قاعد أحاول أوصله، إن هذا شيء عادي قاعد يصير لكم، إن قاعد يصير حق وايد ناس ما يدرون إن هذه صدمة، ترى ما بعد الصدمة ما عندهم فكرة يعني. ممكن يتقبل الشخص هذه الصدمة، ممكن ما يتقبلها. اي وشلون حتى حرصت ان احط المساندة الاجتماعية حق الناس اللي حوالينا، شلون هم يساندونا، هذا قاعد احاول اركز عليه اكثر يعني. الشخص اللي دش بحالة الصدمة خلاص الحين هو دش فيها، الدور على اللي حوالينا هم شلون يطلعونا من هذا الوضع يعني. نعم. والشيء دائما اللي يخلي الواحد يمكن يفكر هو يعني ردود الافعال واراء يمكن القراء، ان هم يقولوا لك طبعا شنو هو الخط اللي راح تمشين عليه ويحدد ارائهم. فايش كثر تعني لك اراء القراء، وخصوصا يمكن المقربين من الاهل والاصدقاء؟ هل دائما يكون في تشجيع من قبلهم؟ اي اكيد، هم طبعا الاهل ما قصروا يعني، امي وابوي وقفتهم بكل معرض معاي يعني، وكل اول باول ايش صار ما صار يعني، وشدي حيلك واستمري. وحتى ساعات كانوا يفاجئوني، كنت استانس بالمعرض فجاه يعني القاهم جايين. حلو. بالنسبه حق الاصدقاء ودكاترتي بالجامعه، هم كانوا، انا لما احد يسالني ايش صار كتبتي ولا ما كتبتي، احس مسؤوليه يعني. صح. ان في ناس قاعد تنطر، فلازم ان انا اعطيهم، واعطيهم بشيء يعني يليق فيهم يعني، ما اكتب اي شيء. فبالعكس كانوا وايد يشجعوني وايد يعني، لو انا بروحي يعني يمكن كان ما صار. الله يخليك يا رب. ان شاء الله. وش كثر السوشيال ميديا ايضا لعبت دور في انتشار رواياتك وانتشار افكارك ككاتبه؟ السوشيال ميديا كنت اول شيء انشر مقالات اللي هم بجريده افاق، لان هي الجريده توزع بالجامعه بس. نعم. بالحرم الجامعي، فكنت على طول اخذها من الموقع واحطها بالانستغرام عندي. فهني بديت شوي شوي ان اوري الناس اللي انا اكتبه، غير الخواطر طبعا اللي ما تطلع حق احد، هذه لازم اي احد يحب يكتب عنده كذي كتابات ان ما حد يشوفها.
بعدين الروايات اكتشفت ان انا ككاتبة نشاطي بالسوشيال ميديا ما يقل أهمية عن خبرتي بالكتابة أو أدائي ككاتبة، فوايد يتواصلون خصوصا القراء اللي من الخليج، يعني من البحرين، من مسقط، من يعني كنت ما أشوفهم، ما حضرت أول مرة، رحت بس البحرين، بس بعدين صاروا يتواصلون معي على طول. السنة اللي وراها رحت مسقط، فهم يعني فايدتني السوشيال ميديا ان انا قاعد اتواصل معاهم، انه مو بس بالكويت، القراء اللي برا يعني. وحلو هالتواصل هذا، بالعكس يعطي حق الانسان تشجيع بان مثلا القراء مو بس داخل الكويت محليا، ايضا وصلت لدول الخليج، وش كثر مهتمين في هذه الروايات وقراءتها ايضا. طيب بالنسبه للاصدار الثالث ان شاء الله يا رب، احنا دائما نتمنى ان العمل هذا يكون مستمر بالنسبه لك كتابه الروايات. قاعدة تفكرين فكرة الحين تحاولين أنت توصلين لها بالضبط؟ أي هي في فكرة يعني، والفكرة هذه كانت هي فكرة روايتي الأولى، بس من كثر ما أنا حابة الفكرة قاعد أعطيها وقتها، يعني كل سنة أقول لا بعد بدرس المادة أكثر وأكثر وأكثر، فوصلت للسنة الثالثة قلت إن شاء الله يعني راح أنزلها، بس هي شوي محتواها دسم، فإن شاء الله تنزل هالموسم إن شاء الله، يعني في وقت بعد على نص 11. نعم. فان شاء الله راح يكون في اصدار، يعني قبل 2018 ان شاء الله تكون، ان شاء الله هو لانه معرض الكتاب 15/11 راح يكون، فراح اعلن ان شاء الله. تونيا يسالك عن معرض الكتاب واهميته لك ككاتبه، يعني ما شاء الله احنا عندنا في الكويت معرض الكتاب يضم دور نشر من الكويت وايضا من خارج الكويت، وفي كل سنه ننطر هذا المعرض كقراء وايضا انتم كمؤلفين وكتاب. معرض الكتاب لما رحت أول مرة كنت يعني كحب حق اللي أنا قاعد أسويه، إن أنا قاعد أحضر كل يوم، بعدين اكتشفت إن حضوري وايد مهم، في وايد قراء لما يجون يشوفون الكاتب موجود يتشجعون، يسألون عن الإصدار، يأخذون توقيعه، يسولفون، في وايد بنات صغار يجون إن أنا بكتب فتسولف معي، أنت إيش كثر هذا منك، أنت شنو، أي حلو تأخذ تجربة منك، أي فوايد حلو، فكنت أحرص إن أنا أحضر على طول يعني، وحتى السنة اللي وراها كنت يعني دائما أكون متواجدة. نعم. يعني ربي يوفقك إن شاء الله أستاذة حصل عبد الرزاق، فعلا استمتعنا معك اليوم بشاي الضحى، حلو إن الإنسان عنده هدف وهدفه يكون واضح إنه هو يوصل حتى رسالته للمجتمع وتكون أيضا هادفة. شكرا لك يا عبد العافية. شكرا لك، نورتينا في شاي الضحى. ننتقل معكم لفقرة ستايلست، وطبعا في كل اسبوع مع استاذه ريهام نتعرف على موضوع خاص بالفاشن. اليوم راح تكلمنا عن ازياء المناسبات للاطفال واحدث الستايلات والخامات الدارجه لهذا العام، تفاصيل كثيره. اترككم مع الاستاذه ريهام الحبيب في فقره ريهام ستايلست.